الفنان العربي جميل عواد. شكرا. يا أهلا ومرحبا أستاذ جميل. يمكن معظم الفنانين لما بيحترفوا العمل الفني يمكن بينتقلوا من مهن تختلف بطبيعتها عن العمل الفني. الخصوصية ربما في تجربتك في أنك فنان تشكيلي، ومن ثم فأنت مخرج وممثل ومؤلف. خليني أقول أن الفن التشكيلي منح تجربتك كممثل ومخرج ومؤلف خصوصية ما، أريد أن أتوقف عند هذه الخصوصية. الواقع أنا أعتقد أنه ليس هنالك فوارق واضحة بين هذه الفنون، كلها تكمل بعضها البعض. على سبيل المثال، لما بدأت عملي كمخرج مسرحي وجدت نفسي وكأني أستمر في عملية الرسم، ما زلت أرسم. ما هو الرسم؟ قطعة ما، إذا مساحة ما تعبأ بمساحات لونية وخطوط. التناغم بين هذه المساحات اللونية والخطوط والفراغات تشكل معنى وقيمة اللوحة. على المسرح تقريبا نفس الشيء، أمامك مساحة هي خشبة المسرح، عندك أدوات هي الديكور بكل تفصيلاته والإضاءة والممثلين. تحريك الممثلين ووضعهم في مواضع محددة والقيام بتحريكهم في ميزانسيه معين داخل المسرح، وكأنك ترسم لوحة غير ثابتة، لوحة مستمرة. إذا المسرح لو أغلقنا عليه بلوح زجاجي سميك وعزلنا الصوت، صوت الممثلين عن الجمهور، لوجدنا باستمرار في لوحات خلف هذا اللوح من الزجاج، لوحات دائمة مستمرة، وهذه اللوحات لها معاني ولها قيم ولها مضمون كما للوحة المرسومة مضمون. بالنسبة للإخراج، بالنسبة للكتابة، أنا في الواقع حتى الآن لا أعتبر نفسي كاتب محترف. كتبت تحت الضرورة، بدأت انتقالي من فنان تشكيلي رسام ثم مهندس ديكور للمسرح في بدايات المسرح وما بعد التلفزيون في بداية التلفزيون، ثم ممثل. لما كنت أمثل كنت باستمرار أفكر ماذا أوصل إلى الجمهور كمجرد ممثل، فوجدت إني أمر من خلال كاتب ومخرج وفنانين وفنيين آخرين حتى أوصل ما أريد قوله للجمهور. بدأ طموحي يتسع وقلت لماذا لا أكون مخرجا. الإخراج ليست عملية بسيطة كما تعلم وكما يعلم أخوانا المشاهدين، فاجتهدت عن نفسي، بدأت أدرس أولا، أقرأ باستمرار بالفن وبغير الفن، وأتابع المخرجين، المخرجين الذين عملت معهم ومخرجين آخرين صدف أني التقيت فيهم خلال رحلاتي في بلاد عديدة من العالم، في إيطاليا، في فرنسا، في مصر، في اليونان، في لبنان، في سوريا، في العراق. أينما ذهبت ووجدت عمل مسرحي كنت أسعى جهدي أن ألتقي في المخرج، لأتباحث مع المخرج وأناقش المخرج في أسلوب تفكيره، بخططه في العمل، في البروفات التي أشاهدها عفوا. وبدأت أهيئ نفسي بالتدريج كي أدخل مجال الإخراج. دخلت مجال الإخراج من خلال كوني مؤسس كفنان تشكيلي، ودخلت التأليف لكي أكتب لنفسي وللآخرين ما أريد قوله. إذن باختصار حتى لا أطيل في الحديث، الفنان في الأصل يريد أن يوصل رأي ما إلى الناس، يطرح عليهم فكر وهذا الفكر قابل للنقاش بينه وبينهم. طرحت نفسي في البداية وطرحت رأيي من خلال لوحات مرسومة، ثم من خلال عملي كمهندس ديكور، ثم من خلال عملي كممثل، ثم من خلال عملي كمخرج، وتوقفت. وبعد طرحت نفسي من خلال الكلمة، بدأت أكتب، وحتى الآن كل ما كتبت للمسرح أنا أخرجته أو أخرجته زوجتي، وما كتبت للتلفزيون طبعا قاموا بإخراجه زملاء من الفنانين، فهي عملية تكمل بعضها البعض في اعتقادي. اسمح لي هون أني أتوقف عن سؤال صريح، والآن أستطيع أن يقول، طبعا نحن من أول في حوار بصراحة، لكن بقدر أقول أنه الآن نحن مباشرة دخلنا معنا بصراحة. لأسألك، كمؤلف قدمت نص بعنوان التائه. نعم. عنوان التائه استمديت هذا المعنى من رائعة ويليام شكسبير المعروفة هاملت. نعم. لما منقول هاملت نتذكر هذا السؤال المصيري، أكون أو لا أكون، فذاك هو السؤال. الفنان جميل عواد
هل تعتقد أن السؤال المصيري بالنسبة للفنان العربي غدا بهذا المعنى؟ أكون أو لا أكون كفنان؟ هل صارت حدة الوجود بالنسبة للفنان العربي أنه إما أن أكون وإما أن أغيب بهذا المعنى؟ بهذا المعنى وربما أكثر. وجود الإنسان من البداية معلق في هذا السؤال، أما أن يكون وأما أن لا يكون. الإنسان الحقيقي لا يمكن أن يقبل في البقاء معلقا بين سؤالين، يجب أن يعطي إجابة لكل سؤال يطرح عليه. الحياة بحد ذاتها دراما، وقد تكون عن طريق شكسبير استطاعت أن تلخص هذه الدراما، هذا الصراع بين قوتين في هذه الجملة: أكون أو لا أكون. هذا هو السؤال. يعني حتى أنا أتخيل أن شكسبير عندما كتب هذه الجملة كتبها بحدة: أكون أو لا أكون. هذا هو السؤال. فهذا السؤال أو هذه الحالة مطروحة على الإنسان ككل، على الإنسان العربي بشكل خاص. الإنسان العربي يواجه ظروف مصيرية ويدخل في معركة حضارية صعبة وقاسية جدا، وعلى الفنان العربي بالأخص أكثر من الخصوص، لأن الفنان العربي هو الشعلة التي تمثل الإنسان العربي ككل. فهذه الشعلة يجب أن تكون أكثر استضاءة، أكثر نورا، فهي التي تحمل السؤال بعنف وبقوة وبصدق: أن نكون أو لا نكون. إن كان هنالك فنان عربي يعبر عن ذاته تعبيرا صادقا، فهنالك إنسان عربي يعبر عن ذاته تعبيرا صادقا، وبالتالي فالإنسانية بألف خير. الفنان جميل عواد، الفنانة جولييت عواد، لن أسألك هذا السؤال الذي طالما طرق، الارتباط بفنانة ماذا يعني؟ لا، أنا سأسأل السؤال بشكل آخر: ارتباطك بفنانة ماذا يفيد إبداعيا؟ ارتباطك بالسيدة جولييت أي إضافة إبداعية فكرية قدم في تجربتك السارة؟ أولا، الأطفال هم نبع للحياة والعطاء، وعندما تتأمل طفل وتستطيع أن تتفاهم معه تستطيع أن تكتشف أشياء كثيرة في الحياة. جولييت طفلة استطاعت أن تدخلني إلى عالم الطفل من خلال طبيعة شخصيتها ومن خلال دراستها. هي تحمل ماجستير في المسرح من جامعة الاتحاد السوفيتي، وكانت رسالة الماجستير التي قدمتها حول فن الطفل ومسرح الطفل، فتحمل الطفولة في داخلها علما وحسا. استطاعت أن تنقلني إلى عالمها حتى قبل أن أتزوجها، عندما كنا زميلين نتعاون في أعمال فنية عديدة. في استضافة سابقة للفنان جميل عواد سألت عنك، وسألت عن معنى التوائم الفكري والفني بين زوجين ارتبطا معا. ما رح أقلك سؤال، لكن دي اسمع أنت شو بتقولي. طبعا بداية معرفتنا كانت من خلال الأعمال الفنية، وبدأت أكتشف في جميل الفنان الإنسان صاحب الكلمة وصاحب الموقف. فلما إنسان تتوفر هاي الشروط فيه وبيكون فنان، فكتير صعب إنه تخليه ما يكونش مثلا قريب مني، لأنه تقريبا نفس المواصفات موجودة فيه. بالإضافة إلى أنه وعي جولييت الفني كممثلة ومخرجة أكاديمية، هي الناقد الصارم على كل أعمالي، لا تتهاون معي إطلاقا، تحاسبني بدقة، وأنا بحاجة إلى هذا الحساب. هذا الناقد الغير متحيز وليس ذو مأرب، ناقد صادق يهمه الرسالة الأساسية في النقد، يهمه أن يزداد الفنان إبداعا. فهي ناقدة لي، لكن تحت مطلب تريدني أن أكون أكثر إبداعا. فلذلك هي أثرت رحلتي الفنية منذ تعارفنا وتزوجنا. أستاذ جميل، ألا يختلف نقد الفنان للفنان عن نقد الجمهور للفنان وهو الأعم؟ هو خير ناقد هو الجمهور، لكن الجمهور ناقد مزاجي وليس ناقد منهجي، يرى الجيد ويرى السيء، لكن ربما لا يعرف لماذا هذا سيء ولماذا هذا جيد، وما هي الأسس العلمية للوقوع في هذا الخطأ، وما هي الأسس العلمية للوصول إلى هذا الصواب. إنما الناقد الدارس، الناقد المختص،
يستطيع أن يعطيك السؤال والجواب، يقول لك أنت لم تجد في أدائك للدور الفلاني بكذا وكذا وكذا وكذا، إخراجك لهذا المشهد لم يكن معبر بالشكل الصحيح لأسباب كذا وكذا، وممكن أن يقدم لك البديل، يقول لك لو فعلت كذا ربما تكون النتيجة في هذا الاتجاه. فالناقد المختص والناقد المثقف والناقد الواعي والناقد الغير منحاز، علما أنه في رأيي للأستاذ محمد أمين العالم، محمود أمين العالم أيوة، يقول فيه لابد للناقد أن يكون منحازا. لكن بأي معنى الانحياز؟ بمعنى الانحياز إلى وجهة نظر، يجب أن يحمل الناقد وجهة نظر وينحاز إلها. وجهة النظر بمعنى أن يطالب بعمل ذا مضمون ليس عملا فارغا. والناس كعامة يا أستاذ جميل، الناس كعامة يستطيعوا أن يلمسوا ما هو الجيد وما هو السيء. لكن لدي مقولة صغيرة إذا سمحت لي فيها وسمحوا لي فيها الجمهور. الجمهور يريد شيء، وأنت كفنان تريد شيء قد يكون مخالفا. أنت تقدم للجمهور ما هم بحاجة إليه وليس ما يطلبوه. أنت من موقعك كراصد لحركة مجتمعك يجب أن تعرف ماذا يحتاج الجمهور فتقدم للجمهور. هي الصعوبة أستاذ جميل مو بس أني أعرف ماذا يحتاج وماذا يحب، الصعوبة أني أصنع المعادلة الصعبة المستحيلة أحيانا، المعادلة المركبة، أن أقدم للناس ما يحتاجونه ويحبونه في نفس الوقت. وهون المشكلة الحقيقة، هذا ما كنت أريد أن أقوله. فأن تصل إذا اكتشفت ماذا هم بحاجة إليه تكتشف بأي أسلوب يحب أن يصل إليهم هذا الشيء. إلى أي مدى بكل صدق ببرنامج منوعات نحن الآن حضرتك وكسائل سعيد في لقائك، إلى أي حد الآن أستاذ جميل اثنيناتنا بعاد عما يحب الناس؟ الحقيقة يا صديقي أنا باستمرار بكل الصراحة كل خطوة أخطوها في مجال الفن أخطوها خائفا قلقا، وكل خطوة أخطوها بعتبرها تجربة جديدة في حياتي. وهذه التجربة كونها تسمى تجربة لا يمكن أن أعرف نتائجها إلا بعد أن تدخل مرحلة التعامل مع الآخرين. بحوارنا أستاذ جميل نحن بعاد أم أقرب من الناس الآن؟ أتمنى أن نكون قراب جدا، لأنه حوارنا لا أعتقد أنه هو حوار عبثي، نحن لا نتحدث من أجل أن نتحدث فقط. إن كنت أنا وأنت فنانين ومخلوقين نظهر على الشاشة والجمهور يستقبل أشياء منا، أتمنى أن نكون مقبولين إليهم حتى يستطيعوا أن يأخذوا منا ما نقدم إليهم. فإذا أخذوا منا ما نقدم ساعتها تكبر مسؤوليتنا، وأرجو أن نكون في حجم هذه المسؤولية. ما هي معلومة بتصور رح تكون جديدة لكن من الضروري الإشارة إليها؟ هذا الجو المحيط فينا، هذا الديكور الجميل صنعه الأستاذ جميل عواد، أنت ضيفنا في فقرة بصراحة، وأنت أيضا مبدع الديكور الخاص ببرنامج أيام على البال. أستاذ جميل ماذا قصدت بديكور أيام على البال؟ ماذا قصدت بهذا التشكيل، بهذه اللوحات، بهذا التركيب؟ حتى لا أطيل، هنالك شكلين أساسيين بالفن التجريدي، شيء يسمى التجريد الهندسي وشيء يسمى التجريد الموسيقي. بالتجريد الموسيقي يمكن أن تأخذ أي عنصر تتخيله وتتصرف به. فأخذت على سبيل المثال القلب كما يرمز إليه، لأنه كما هو معروف علميا وطبيا القلب شكله يختلف عن هذا الشكل اللي تعودنا على معرفته، له شكل آخر مخالف. فأخذت شكل القلب المعروف ووضعته في هذه البساطة، شكل مجرد لكل القلوب. شكل آخر الطير. هو الحقيقة قبل ما ننتقل للطير، على ذكر شكل القلب أستاذ جميل، دائما أكثر أثناء التقديم في فقرات البرنامج من أنه أرجو أن تكون هذه المادة جديرة بأن تبقى في البال، وكأنه علينا فعلا أن نقدم مواد تبقى في القلب، وهذا أصعب. يعني الواقع أنه أنت حطيتنا أمام مهمة أصعب بكثير من أن نبقى في البال. أن نبقى في القلب، أن نبقى في القلب، لأنه لا يمكن أن يعني أستاذ جميل عواد قطعتك شيء أنا ولا بكمل؟ عفوا، كنت بس حاب أحكي عن الطير. نعم. إن هذا الشكل التجريدي البسيط للطير
حتى أتعامل مع بعض الرموز في كل الديكورات المستعملة في هذا البرنامج، في النجم الثمانية وهو تشكيل عربي معروف ومنتج من الدرج امتداد إلى هذا التشكيل، في الطيور، في القلب تحدثنا عنه، وفي شكل يرمز إلى شكل شعلة أو ورق الزهرة. فهذه الرموز البسيطة جدا لها علاقة صميمية في الفن العربي ومقدمة بهذا الشكل البسيط المجرد القابل أن يقدم عليه ومن خلاله شتى أشكال الأغنيات. لأنه كما هو معروف ما كان في عندي قائمة في مئات الأغاني ربما التي ستقدم في هذا البرنامج. درسنا بعض الأغاني سويا كما أذكر وكنا نعرفها، وفي بعض الأغاني تأتينا مفاجأة، تأتينا مع فنانيها مع مطربيها. فهذه الرموز أعتقد تلم وتشمل معظم ما سيقدم عليها من أغاني. أستاذ جميل، متى كنت راضي عما نقدمه ويجب أن يبقى في البال، وإمتى وأنت عم تشاهد كنت عم تحس أنه لا هذه المادة ما هي قريبة من البال ولا هي قريبة من القلب؟ صعب أن أكون أنا كل الجمهور. أنا بصراحة وصراحة الصراحة أتابع هذا العمل بأعصاب مشدودة. هي تجربة جديدة إلي وتجربة لزملائي والفنانين المشاركين معنا، وبالشكل الطبيعي أتمنى لها كل نجاح. باستمرار كل عمل فني أعتبره تحدي، فأتمنى أن هذا التحدي ينجح. أمضي معظم الوقت بغرفة المراقبة مع الأستاذ المخرج مشهور الحديد والزملاء الفنيين المشاركين في العمل، وبعد كل فقرة أعبر أنه جميل، رائع، جيد، سيتقبله الناس وأرجو أن يتقبله الناس كما أتصور. نقدت العمل الذي نسعى لتجسيده بصراحة؟ هذا لا أسميه نقد، أنا ما زلت يجب أن أكون خارج العمل حتى أستطيع نقده. تحدثت عنه بصراحة؟ بصراحة جدا. تحدثت عن تجربتك مع الفنانة جوليت بصراحة؟ بكل صراحة. حكيت بمباشرة عن كل الآراء بالذات عن مسرحية التائه بنفس الصراحة؟ بالتأكيد أنا إنسان صريح.